قناة شباب نتني، والسلام عليكم. سبق لراحل المدرب الأرجنتيني أوسكار فيلوني تفجير حقائق صادمة متعلقة بنهائي دوري أبطال إفريقيا سنة 1999 بين الرجاء الرياضي الفريق الذي كان يقوده حينها والترجي الرياضي التونسي. وأكد المدرب الأرجنتيني في تصريحات سابقة أن مسؤولا في النادي التونسي كان قد عرض علي رشوة مقابل التخاذل في نهائي 1999 مع الرجاء وتقديم معلومات عن النسور حسب قوله. وأشار الراحل الأرجنتيني في تصريحه المذكور دائما إلى أنه رفض وقتها عرض المسؤول التونسي بشكل قاطع معلقا بالقول رفضت وهددته بالاتصال بالشرطة. وأردف أوسكار قائلا ما جعلني أتفادى الحديث مع ذلك المسؤول وأنني فكرت في الأنصار الذين ينتظرون بفارغ الصبر تتويج فريقهم باللقب القاري. ويذكر أن اللقاء المذكور كان قد انتهى حينها بتتويج رجاء بلقب عصبة الأبطال الإفريقية على أرضية ملعب المنزه في تونس العاصمة بعد أن حسم الإياب بركلات الترجيح. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.